السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. هذه هي تجربتنا في تعتيق الورق. في هذه المرة استخدمنا القهوة العمانية، لكن في المرة الماضية استخدمنا النسكافيه وطلعت النتيجة ممتازة. لكن في تجربة القهوة العمانية النتيجة طلعت لا بأس بها، لأن مثل ما تشوفوا الملمس تحسوا كأنه في غبار، ولما نكتب بالألوان المائية يمتص اللون ويصير القلم جاف. وطبعا مثل ما تشوفوا احنا سوينا التجربة على أوراق الـA4 وعلى الأبرص، والنتيجة طلعت على أوراق الـA4 أفضل من الأبرص. وطبعا احنا ما بنتخلص من هذه الأوراق، بنسوي بها أفكار حلوة وإن شاء الله بتشوفوها في الفيديوهات القادمة. بالنسبة لتجربة النسكافيه بتحصلوها على الانستغرام وأتوقع في اليوتيوب. ومن التجربتين راح نعتمد تجربة النسكافيه، وما أعتقد راح نعيد تجربة القهوة العمانية. تابعوا الفيديو لآخره عشان تشوفوا كل الخطوات، وإن شاء الله يعجبكم، ولا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب وكتبوا لنا أحلى كومنت. Bye.